خلينا نروح نشوف أخبار النادي الأهلي على المواقع. الوطن سبورت، محمد يوسف: الأهلي تلقى خطابا رسميا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الداخلية. سوبر كورة، محمد يوسف: الحظ الإعلامي للتركيز في هذه المرحلة المهمة. بوابة أخبار اليوم: السولية يشارك في المران الجماعي. اليوم السابع: صبر رحيل يعود لحسابات كارتيرون في مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري. 1-3: الأهلي يفقد حسام عاشور أمام الاتحاد السكندري. الشروق: صدمة للأهلي، معلول يغيب عن الملاعب شهرين. أكبر خسارة فيتو: مهاجم الأهلي يغيب عن التدريبات 3 أيام بسبب العضلة الأمامية، اللي هو صلاح محسن. صدى البلد: فحص طبي لميدو جابر وسعد سمير في الأهلي. بوابة الأهرام: انضمام أزارو وكولوبالي المنتخبي المغرب ومالي. الموقع الرسمي للأهلي: رجال يد الأهلي يواجه الزهور في الدوري. الموقع الرسمي للأهلي: رجال سلة الأهلي يواجه باتريوتس في تصفيات بطولة إفريقيا. الموقع الرسمي للأهلي: تدريبات مكثفة لسباحة الأهلي في شرم الشيخ استعدادا لبطولة الجمهورية.